بصراحه اقول لكم ازاي انا عملت مربى المشمش التحفه قوي دي، اسهل طريقه وابسط طريقه بدون مواد حافظه. يلا بسرعه نعملها دلوقتي، موسم المشمش. يلا نسمي بسم الله، ندخل على المقادير والمكونات بتاعتها. يلا بينا، عايز اوريكم بس المنظر من جوه والقوام. شايفين؟ تقعد معاكم من السما للسما. شايفين القوام تقيله ازاي؟ يلا بينا نسمي بسم الله ونعملها. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد. ورجعت لكم النهاردة بفيديو جديد حلو جدا، هنعمل فيه المربى بتاعت المشمش. تمام، ده أسهل طريقة وأبسط طريقة. تمام، أنا جبت كيلو مشمش غسلته كويس جدا، تمام، وحطيته في مصفى يتصفى، وهشيل منه البذرة بالطريقة دي. تمام، أهو كيلو المشمش ده ياخد نص كيلو سكر أو كيلو إلا ربع حسب السكر أنتوا بتحبوه زيادة أو مظبوط. المظبوط نص كيلو. بالطريقه دي هنشيل البذر، اهو نشيل البذر الكيلو كله. عايزين سكر مظبوط حطوا نص كيلو، عايزين سكره زياده حطوا كيلو الا ربع، اهو بالطريقه دي. كل واحد بقى يعمل الكميه اللي هو عايزها، اهو. انا بس عشان ما اطولش عليكم هخلص الكيلو كله وارجع لكم، انا وريتكم هنعمله ازاي. اهو هنشيل البذره، تمام، الطريقه دي. نرجع نقول لكم هنعمل فيه ايه. اهو هخلص الكميه كلها وارجع لكم. كده انا خلصت المشمش الكميه كلها، فصصتها زي ما انتم شايفين اهي، حطيتها في الحله وحطيت عليها كيلو الا ربع سكر، وسبته بتاع ساعه تقريبا مركون على جنب ساعه او ساعه ونص. ودلوقتي انا حطيته على البوتاجاز ومولعه عليها على النار هاديه. كل حاجه معاكم على الطبيعه اهي. هنرجع لكم بقى لما ايه يبقى مربى، يتسبك ويبقى مربى. كل حاجه معاكم على الطبيعه، هنسيبه بقى ياخد وقته ونرجع لكم، انتظروني. بصوا حاطه، لما اعمل لكم الحله من الجنب اهي، شايفين؟ شايفين الميه؟ بصوا نزل ميته اهو، مفيش ولا نقطه ميه انا حطيتها له. الميه دي بتاعه المشمش، ممنوع تحطوا ميه، ممنوع. هو ينزل ميته وهيبقى حلو جدا، انتظروني. ملحوظه بس حبيت اقول لكم عليها، ولا تقلبوه ولا تيجوا جنبه ولا تغطوه بغطا الحله، تسيبوه كده ولا تغطوه. وكده انا رجعت لكم بعد ما المشمش اتهرى. بصوا مفيش ليه اي اثر خالص، بقى مربى اهو. شايفين التقل بتاعه؟ شايفين الكميه بقت قد ايه؟ الكميه بقت صغيره مش كبيره. اتسبك اهو بقاله ساعتين على النار او اكتر. شايفين القوام بتاعه حلو جدا اهو. انا هسيبه بقى يبرد، هقفل عليه البوتاجاز واسيبه يبرد، وبعدين احطه في بطرمان واشيله في التلاجة. البطرمان هعقمه شوية في الفرن او في الميكروويف. تمام، بصوا المنظر يا جماعة اهو. واللي عايزه اتقل من كده يسيبه شوية كمان على البوتاجاز اهو. هرجع لكم بقى في الشكل النهائي، هسيبه بس يبرد وعبيه في البطرمان الازاز وارجع لكم في الشكل النهائي. اهو اهو عارفة انا واشوفها حضرتك مطبخ الهنا معاكم. متنسوناش بقى في اشتراك القناة واللايك والشير. أتمنى الفيديو يعجبكم. ودير عشاق المربى المشمش، أنا واحدة منهم، أنا بعشق المشمش مربى وأي حاجة عامة يعني، بحب في كل حاجة المشمش بصراحة. بصوا شايفين القوام حلو جدا ازاي، ولما تبرد هتتقل أكتر وأكتر، خلي بالكم. انتظروني برجع لكم في الشكل النهائي. هسيبها بقى تبرد، هقفل عليها البوتاجاز خلاص أهو، هسيبها تبرد. ملحوظة بس يا جماعة حبيت اقول لكم عليها، بس ايديكوا تفضل فيه كده كل شوية تيجوا تقلبوه، ونار تبقى هادية شمعة، تمام، عشان ما يتلسعش من تحت. حبيت بس اقول لكم على الملحوظة دي، كل 5 دقايق كده تيجوا تقلبوه تقليبة من الجناب كده، تجيبوا الجناب كده كلها كده كده اهو، وبعدين في النص معلقة تطلع نضيفة كده، يبقى كده مفيش أي تكتلات حصلت في القعر. طبعا انتوا بتقلبوا هتشوفوا، لو في اي تكتلات هتحسوا بيها. بالمنظر ده ايديكوا تفضل كده فيه، تمام، تقلبوا كده فيه كل شويه، ما تسيبوهوش خالص، ياخد بقى وقته براحته عند البوتاجاز، يتسبك براحته. هو كده بيتسبك، شايفين البكبكه دي؟ هو كده بيتسبك، ده اسمه، دي اسمها عمليه تسبيك. تمام، وهنا معانا ايه؟ نص معلقة ملح ليمون اللي هما ايه؟ كده انا خلصت المربى ورجعت لكم في الشكل النهائي، وعبيتها في بطرمان. البطرمان ده اكتر من كيلو،
بدون مواد حافظه ولا اي حاجه، شويه ملح ليمون مش اكتر من كده. اتمنى الفيديو يعجبكم، تعملوا لنا اشتراك في القناه ولايك وشير. انا عايزه بس اوريها لكم من جوه بصوا عامله ازاي. شايفين القوام تقيله جدا ازاي، تحفه. لسه ما دخلتهاش التلاجه، لسه لما تخش التلاجه هتجمد اكتر واكتر. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ودي لو عشاق المشمش انا واحده منهم. واعملوا لنا اشتراك في القناه لو الفيديو عجبكم ولايك وشير، ويا ريت تشجعوني وتدعموني عشان استمر واعمل لكم فيديوهات جديده. وانتظروني ان شاء الله فيديوهات جديده.